empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد في القناة ديالي. اليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفة يا البنات اللي هي خطيرة، وسيرتو كاع حنا البنات كنبغيو الشفايف ديالنا يكونوا شويه عامرين، ما كنبغوش الشفايف هكا يكونوا رقيقين. صراحه جبت لكم واحد الوصفه والله البنات قسما بالله الا غتنفعكم. ديجا استعملتها ماشي مره ماشي جوج، حتى عطاتني النتيجه اللي انا بغيت. والله يا البنات اللي صراحه خطيره هذه الوصفه، والله العظيم يا البنات نفخ الشفايف صراحه واعره البنات. والله غادي تجربوها وغتردوا عليا الخبر. وكما كنقول لكم دائما البنات ضروري 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 خصكم تتبعوا اي حاجه كنعطيها لكم، ماشي ديروها مره او لا جوج مرات وما تعطيكمش هذاك الشيء النتيجه اللي بغيتو تقولوا راه ما عطاتنيش النتيجه اللي بغيت. والله البنات الا زوينه بزاف، وصراحه انا جربتها دابا تقريبا سيمانه والله الا عطاتني النتيجه اللي زوينه بالنسبه لهاد هاد سميتو هاد الشفايف الفوقانيه هذه. ها عندي انا كانت رقيقه على هذه، والله يا البنات كنت كنديرها غير هنا، ما بغيتش انا هذه كبر اكثر من القياس، بغيت هذا وكنديرها له دائما. والله يا البنات الا سيمانه تبعتها يوميا كنديرها والله البنات الا عطاتني النتيجه الى لاحظتوا هنايا عمر لي هاد البلاصه عمرت ليا. كنتمنى البنات والله الا تجربوها غنعطيها لكم دابا وغادي تعجبكم بزاف 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 وغادي تشكروني عليها. اللي هي بمكونات اللي هما سهلين بزاف البنات واللي هما في المتناول وكاينين في الدار كما قلت لكم البنات، بمكونات اللي هما في الدار وزعما ما غاديش تعكزوا تقولوا راه غنمشيو ناخذوهم من الزنقه اولا شي مكونات اللي هما غاليين اولا، زعما صراحه مكونات اللي هما ساهلين بدرهم وحده غادي ديري بوتوكس طبيعي 100% وكيبقى ماشي يعني غادي تنفخيهم اليوم وغيتفسوا اولا شي حاجه. فقط غادي تتبعيها البنات هذه الوصفه، تتبعيها مده شهر غتبقاي ديريها يوميا ما فيها والو، غادي تقاديها بحال اليوم غادي تقاديها وغتبقى عندك يعني ما غتخسر ما حتى شي حاجه. كل نهار فين ما تبغي تنعسي اولا فين ما تكوني مساليه ما عندك ما يدير غتبقيها على الشفايف ديالك وغادي تردي عليا الخبر. والله يا البنات الا النتيجه توب توب توب، انا كنقولها لكم وفرحانه والله الا فرحانه بالنتيجه، حيت بزاف ديال البنات كيبغيو هكا يديروا شي جلوس اولا يعني الشفايف ديالهم تيكونوا ما عامرينش يعني كيديروا جوهم من 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 هاد القضيه هادي. فقلت لي مالا نشارك معكم هاد الوصفه اللي زعما صراحه عطاتني النتيجه اللي هي زوينه وعطيتها بزاف ديال البنات صراحه وعطاتهم النتيجه اللي زوينه. الو قلت اليوم علاش لا اللي ما نشاركاش معكم او انتم معايا. ندوزو يا البنات الوصفه اللي غادي تعجبكم بزاف اللي هي كالتالي. هذه الوصفه يا البنات عباره عن عسل، هذا العسل يا البنات يعني يقدر يكون هذا العسل حر او لا يقدر يكون يعني المهم العسل ديال الدغموس او لا العسل ديال الحامض او المهم اي عسل يكون عندي. قلت لكم البنات عندنا هنايا العسل يقدر يكون ديال الدغموس اولا ديال الحامض اولا ديال الليمون اولا اي عسل اللي عندنا او متوفر عندنا. غادي نزيدو عليه واحد الحاجه اللي هي الكود كور ديال هذه الوصفه اللي هي القرفه البنات بودره. القرفه البنات راه غزاله بزاف، هي اللي كتنفخ لينا الشفايف بما انها فيها سعرات حراريه عاليه يا البنات. والله الا المنافع ديالها اللي هي الزوينه وما كنعرفوهمش، والله يا البنات الا غزاله القرفه اي بلايص صراحه بغيتو تنفخوهم. وسيرتو اللي ما عندوش الحساسيه يعني ما عندوش، انا بحال انا عندي حساسيه كنت شي ايامات كنديرها هنايا الخدود ديالي ولكن كتحمر لي هاد البلايص هادو فحبستها، فالشفايف ما كدير لهم والو. فالبنات والله العظيم الا القرفه هي البوتوكس الحقيقي للشفايف زعما الصراحه. والله يا البنات تبعوها وما غاديش تقولوا لي حقا درناها نهار او لا يومين، فتبعوها. انا والله البنات الا تبعتها دابا 15 يوم كنجربها وكنديرها غير لهذه هاد الشفايف الفوقانيه وعطاتني النتيجه يا البنات اللي هي زوينه بزاف. كاملين البنات كنبغيو الشفايف ديالنا يكونوا عامرين، كاملين كنبغيو الشفايف ديالنا يكونوا عامرين وممتلئات زعما الشفايف ديالنا. غنزيدو الوصفه، غادي نزيدو هنايا القرفه على هاد العسل هذا
غنزيدو بحال هكا غادي نديرهم جهد معلقه غنزيدوها على هذا العسل هذا. وواحد الحاجه اخرى هي البنات ما نكرهش تزيدوها انا صراحه ما بقاتش عندي اللي هي العكر الفاسي دم الغزال حتى هو البنات زوين كتزيدوه باش كيعطيوك كيعطيكم هذاك اللون للشفايف ديالكم. الا ما كاينش لا داعي يعني الا كنتوما غير باغيين تنفخوا الشفايف ديالكم ما باغينش اللون لا داعي باش تزيدوه. انا المهم كنزيدو مره مره المهم دابا ما زدتوش. المهم هذه الوصفه البنات غتقدر تبقى عندكم اكثر من سيمانه يعني تبقى عندكم يعني حتى كتسالى حيتاش ما فيها حتى شي مواد اللي غادي يخسروا ما فيها لا حليب ما فيها حتى شي حاجه فيها فقط العسل والعسل راه ما كيخسرش واخا يبقى ما كاين لا في الثلاجه لا والو والقرفه راه بودره يعني راه ما كتخسر ما والو. كنخلط بيدي انا صراحه ما كنحمش المعلقه كنخلطها مزيان البنات حتى كتولي لنا بودره باردون حتى كتولي لنا على شكل كريم بحال هكا يا البنات كتولي لنا بهذه الطريقه هذه على هكا يا البنات. المهم البنات والله حتى كنقول لكم وكنعاود حيت الصراحه من بعد ما عطاتني النتيجه اللي انا بغيتها فقلت اكيد 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 غادي نشاركها معكم حيت غادي تعجبكم بزاف البنات الوصفه هذه بهذه الطريقه. وكنخليوها البنات كنخليوها واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه حيت انا غادي تقلقنا لا فقط كنديروها وكنسقاو وكنديرو كلشي كاملين كما هو الشفايف ديالنا يكونوا عامرين وممتلئات زعما الشفايف ديالنا. غنزيدو الوصفه غادي نزيدو هنايا القرفه على هذا العسل هذا غنزيدو بحال هكا غادي نديرهم جهد معلقه غنزيدوها على هذا العسل هذا. وواحد الحاجه اخرى يا البنات ما نكرهش تزيدوها انا صراحه ما بقاتش عندي اللي هي العكر الفاسي دم الغزال حتى هو يا البنات زوين كتزيدوه باش كيعطيوك كيعطيكم هذاك اللون للشفايف ديالكم. الا ما كاينش لا داعي يعني الا كنتوما غير باغيين تنفخوا الشفايف ديالكم ما باغينش اللون لا داعي باش تزيدوه. انا المهم كنزيدو مره مره المهم دابا ما زدتوش. المهم هذه الوصفه البنات غتقدر تبقى عندكم اكثر من سيمانه يعني تبقى عندكم يعني حتى كتسالى حيتاش ما فيها حتى شي مواد اللي غادي يخسروا ما فيها لا حليب ما فيها حتى شي حاجه فيها فقط العسل والعسل راه ما كيخسرش واخا يبقى ما كاين لا في الثلاجه لا والو والقرفه راه بودره يعني راه ما كتخسر ما والو. كنخلط بيدي انا صراحه ما كنحمش المعلقه كنخلطها مزيان البنات حتى كتولي لنا بودره باردون حتى كتولي لنا على شكل كريم بحال هكا يا البنات كتولي لنا بهذه الطريقه هذه على هكا يا البنات. المهم البنات والله حتى كنقول لكم وكنعاود حيت الصراحه من بعد ما عطاتني النتيجه اللي انا بغيتها فقلت اكيد 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 غادي نشاركها معكم حيت غادي تعجبكم بزاف البنات الوصفه هذه بهذه الطريقه. وكنخليوها البنات كنخليوها واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه حيت انا غادي تقلقنا لا فقط كنديروها وكنسقاو وكنديرو كلشي من بعد البنات شوفوا يا البنات وما غاديش تقول لي البنات راه هذا الشيء كيبقى غير دابا راه يا البنات راه مع المداومه والله يا البنات الا كتبقى لكم النتيجه يعني بوتوكس طبيعي كما كنقول لكم. المهم غادي نمسحوا دابا غادي ندهن الشفايف ديالي بالزيت اللي عزيز عليا بزاف الخروع
ندير مساج كما كنقول لكم البنات ضروري تبعوها. اوه هانتوما البنات النتيجه قدامكم، شوفوا يا البنات كيولوا الشفايف ديالكم ممتلئه. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات، والله العظيم البنات هنا النتيجه اللي هي غزاله وكل شيء قدامكم، وتبعوها وتتردوا عليا الخبر، حيت بزاف من البنات يكونوا الشفايف ديالهم رقيقين وما كيكونش زعما ما كيكونوش راضيين على الشفايف ديالهم، وسيرتو اللي كتبغي دير شي جلوس اولا شي حكير اولا شي حاجه ما كتبانش لها النتيجه. المهم البنات كنقول لكم بلا ما تلتجؤوا للعمليه التجميل ما حتى شي حاجه، والله البنات هنا النتيجه غزاله. شوفوا والله البنات اللي تيوليو ممتلئات الشفايف ديالك، اكيد ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تردوا عليا الخبر. شتي البنات كنتمنى يا البنات تجربوها كما كنقول لكم وتردوا عليا الخبر، والله الا كنقولها وكنعاود الهضره وكنعاود الهضره، حيت فريمون 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 عجبتني النتيجه. هاد النتيجه كنستعملوها بزاف الصحراويات البنات، وقلت لي مالا نشاركها معكم باش تنتوما ان شاء الله تعم الفائده، وان شاء الله كاملين كنبغيو نكونوا زوينات كما كنقول لكم دائما، وكاملين كنبغيو نتهلاو في روسنا. هادشي اللي كاين البنات، المهم اللي عارفه شي حاجه توريها لنا ونوري وحنايا نوريكم ان شاء الله يا ربي، باش ان شاء الله يا ربي كما كنقول لكم نتهلاو في روسنا. ودابا يا البنات من بعد ما كملت غادي نخلي هذا الكريم هذا نديرو في شي بواطا، وغادي نخليه كل نهار نفيق من النعاس اولا نكون ما عندي ما يدار نمشي نديرو ونخليه واحد دابا خليته نص ساعه، الغد ثاني عاوتاني نخليه نص ساعه. المهم تبعوها شهر البنات، اكيد اكيد تكون النتيجه اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف البنات، بلا بوتوكس بلا حتى شي حاجه بلا عمليه تجميل. فالبنات والله الا كاينين بزاف ديال الوصفات اللي هي من الكوزينه ديالك تقدري تستعمليهم، راه الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء خلقو لينا في الطبيعه، غير حنايا ما كنعرفوش الصراحه بحالاش نستغلوا شحال من حاجه. هادشي اللي كاين، المهم الشفايف ديالي دابا راني رطبتهم، درت لهم واحد الجلوز حتى هو مرطب، درت الزيت ودرت فوقو الجلوز. هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم الوصفه كما كنقول لكم دائما وابدا ما تنساوش ما تنساوش لي لايك الخوت لي لايك لي لايك لي لايك باش طلع لي القناه ديالي ان شاء الله يا ربي، وباش حتى انا ان شاء الله يا ربي نتشجع وندير لكم وصفات اللي غزالين غزالين بزاف، ونشجعكم وتشجعوني حتى انا باش نتهلاو في روسنا، وباش ان شاء الله يا ربي يعني نكونوا غزالات كما كنقولوا باشياء اللي هي طبيعيه، حيت بزاف ديال الناس ما كتكونش عندهم صراحه ما كيكونش عندهم صراحه الفلوس باش يشريو بزاف د الحوايج، زعما مثلا شي يعني مثلا لي كريم اولا، يعني نقدروا من ابسط الحوايج نفيدكم ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين، بوسه كبيره ليكم، كنبغيكم بزاف، ما ديوش على ضفاري مازال ما قديتهمش، وسيرتو انا ضفاري ما كنقدرش ندير لهم داك الماء ديال الصباغه، كيدير ليا داك الماء الكزيمه، وكنبقى غير نقشرهم في الماء، نجلس نبدا قشر قشر. هادشي اللي كاين البنات، المهم كنحمق عليكم كنموت عليكم، بوسه كبيره ليكم، الى اللقاء، السلام عليكم.